شنت قوات الجيش الوطني والقبائل في جبهة الحبيل شرق المرازيق بمحافظة الجوف هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي. وقال مراسل يمن شباب إن قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية سقطوا في المواجهات. وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من استعادة عربة عسكرية وأسلحة متوسطة. حاولت الميليشيات الانقلابية المجوسية الالتفاف والتقدم على بعض المواقع، لكنهم باءوا بالفشل، وقد حدث هجوم معاكس من أبطال الجيش الوطني والقبائل المحيطة الأبطال، وتم هزيمتهم، طردهم لا مواقعهم، وهذه أطقمهم، هذا أحد أطقمهم، غنيمة بيد الأبطال من أبطال الجيش والقبائل. نسأل الله أن يوفقهم جميعا وأن يثبتنا وإياهم بالروح بالدم. نفسي بالروح بالدم.